عنا زوز من أصحابنا اللي هما مرقاب وبرشا أخرين من سيدي بوزيد ومنهم المدون لؤي غربي اللي توقفوا على أثر الاحتجاجات يوم 9 أوت. الاحتجاجات هذه اللي هما خرجوا يطالبوا بحقوق مشروعة اللي هي تقريبا إرجاع المال اللي يتقص كل يوم الضوء كيف كيف، مطالب تنموية، كانت إيقاف تعسفي، ما فماش حتى مبرر معناها باش يتم إيقاف شباب كيف من هكا، واحد منهم جريح ثورة. هي العملية تنجم تكون كانت مستهدفة لكعبة الغاز هي موجه الأولى ضربتني أنا في رجلي، الرصاص المطاط الأولى ضربت صدام عكرمي اللي هو زاد جمعانا نفس الجروب مرقاب، الزوز اللي تشدوا الويلة معناها رائد ومحمد رائد بوزيان ومحمد العيوني، وما كانوش معناها رائد وزي ما كانوش في الواجهة، ما كانوش في الواجهة في الشارع، كانوا في محط الواجهات راكبين في سيارة أجرة مروحين لرقاب، مشوا لهم للمحطة هبطوهم الزوز وفما عباد معاهم ما هبطوهمش، معناها نقول الحكاية أكثرها مستعد. قررنا باش نعملوا ضرب الجوع هذايا، ضرب جوع مفتوح، تلمينا 4 أولاد من الشباب الناشط في مرقاب اللي وزملاء كذلك للأولاد في جروب متاع سينما، قررنا باش نعمل ضرب جوع، بديناه اليوم عنا تقريبا نهار ثالث ومازلنا مواصلين. حبيت نحكي على اللي صار الأولاد اللي تم اعتقالهم، هي عملية اختطاف وعملية اختطاف ممنهجة وعملية اعتقال ممنهجة، خاصة ان الأولاد هذوما تم معظم أغلبية الأولاد اللي توقفوا من سن صغرى معناها من 17 سنة 18 سنة 16 سنة باش يدعوا ان الأطفال هذوما مغررين بهم، وقت اللي خرجوا في الوزراء كيما علي العريض وكيما بوشلاك يحكي في التلف زي يقول ان مغررين بهم من تجار سلاح وتجار خمور وتجار هذا الشيء غلط. ونحن الأولاد اللي صرتوا توقفوا من سيدي بوزيد من رقيب زوز ولادنا ينشطوا في جمعيه سينمائيه معناها جمعيه ثقافيه معناها، والولاد صارت اللي تم اعتقال كما طريقه اعتقال لاي غرب في ليل يحيى وعبد الرزاق زاري عمليه اختطاف. حبيت نحكي جوست على علاقه الاحزاب السياسيه بالشباب. عندي رمارك انه الاحزاب السياسيه بور مومون وديما حتى في قبل 14 جانفي il essaie d'exploiter les jeunes معناتها sur terrain تلقى كان لي جون وتلقى كان معناتها كي سون با مسيسين تلقاهم سور تيران، وكيما قال لك النخبة تنظر كان في القهاوي وفي مقرات الأحزاب نتاعها، وسور تيران ما عندهم حتى إفيكاسيتي، ما عندهم حتى رونجمون، ما عندهم حتى بوتونسياليتي. وحاجة أخرى سو كي كونت عندنا توا أكثر حاجة أن الليبرتي متاع اللي تشدوا في أحداث سيدي بوزيد اللي هو خاصة لي كوليغ متاعي رائد ومحمد، خاطر جو فوا أنهم دي جون نجموا يعطوا البلوس في السوسيتي هذه.